على بركة الله، كيف ما كيبان لكم في لودوك كنا الشهر اللي قبل من هذا، يعني لو موا دو، كنا خدمنا في لو موديول ديال لي سيركوي الكتريك، ياك هاد لو موا هذا اون فوا ترافايي لا لو موتور ا اسونس، يعني سيت اون سويت ديال لو موديل ديال لي سميتو اتيود اي ريباراسيون دي موتور تيرميك. سي بون، اشنو دابا اللي مستجد هنايا في هذا الموديل؟ وهو لو كونتينيو ديالو اي لي اوريونتي موتور ا اسانس. عندنا هنايا واحد تقريبا 4 بارتي. شنو هما؟ عندنا لا بارتي الاولى ديال لي موتور ا ايسونس اونسيان، يعني لو كاربوراتور. عندنا لا بارتي الثانيه اللي هي لانجيكسيون، وفيها اونسيان انجيكسيون وفيها نوفيل انجيكسيون، يعني باش خدامين دابا. ولا بارتي الثالثه هي اللي فيها لاليماج، يعني لو سيركوي او لو سيستيم كي برودوي لي تانسيل الشراره باش تكون عندي اون كومبستيون. وعاد عندي لا كاتريام بارتي، سي اون بو دير هي لا بارتي ديال اناليز دي غاز ديشابمون. علاش عزلتها؟ لانها مرتبطه بلو ريغلاج دو موتور، مرتبطه بلونتروتيان بلا ريفيزيون بلا مينتونونس ديال لو موتور، لانه لي غاز ديشابمون هما اللي كيعطوني بطبيعه الحال بلوس دوتر شوز، حتى هما كيعطوني واحد النسبه كبيره من المعلومات على اشنو كيوقع في داخل لي سيلندر ديالي. هذا هو الفكر، يعني انا ما عنديش عينيه كندخل لداخل عارف شنو كيوقع، اوكي، نقدر انني ما نضبطش، يعني ما قبل لو موتور داكشي اللي جاي ما قبل اللي هو ليسونس ولير، اولا شنو كيوقع في وسط لو موتور اونتر لير وليسونس ولي تانسيل، تو سكي طون طون دانجيكسيون طون دي تانسيل، le temps de l'allumage, le temps de la combustion, les pressions, sous pression, les gaz d'échappement qui ont été unifiés, et là, avec le mélange qui fait chacun, ou chacun riche, ou chacun pauvre, ou chacun مريقل ولا لا، يعني بيان دوزي او نو، لي تانسيل واش تعطات وحده واش ما تعطاتش، ولا تعطات واش تعطات في معطله اون روطار، ولا تعطات بكري بزاف اون لافونس. من جهه اخرى لي غاز دي شابمون كيعطوني فكره على السيستيم، او لا سي ان بو دير سيركوي ولا سيستيم اونتي بوليسيون، يعني لا لي لو كاتاليزور، اوكي، وعلى لي كاتاليزور حتى هما فيهم يتقال تو سكي سوند لونطا سوند لونطا كوم كوريكتور، لانه غادي نحتاجوه في لا كوريكسيون ابري كابتور كليكتي، غادي نهضروا عليه حتى هو في وسط يعني في لا بارتي ديال الانجيكسيون افونسي. بطبيعه الحال هذا هو لو كونتينو اون غروسو مودو ديال هذا لو موديل. قبل ما نهضروا على لا بروميير بارتي ديال لا كاربوراسيون، وغنبداو بموتور بلونسيان موتور اللي هو اللي فيه لو كاربوراتور اللي هو لو دوزور اونسيان، واللي كان لو روا في لو دوزاج دي موتور ا اسانس.
شحال هذه بطبيعة الحال، بغينا نشوفوا في هذا لو دوك اللي قدامكم الآن، بغينا نشوفوا كيلكو زانفورماسيون اللي غنقدروا نبازيو عليهم باش نفهموا هذا لو موتور ا ايسونس مزيان. الوغ الموتور ا ايسونس كيخدم ب ان كاربيون نومي ايسونس بطبيعة الحال. عندنا دوطخ موتور كيخدموا بدوطخ كاربيون. بالنسبة لليسونس هو كيجي من البترول بطبيعة الحال. باغ اكزومبل عندنا في فرنسا عندنا 12 مليون طن كتستعمل في كل عام، هذه لا كونسوماسيون انويال ديال ليسونس. الغازوال اللي هو لو ديزل 31 مليون طن، في الحديد اللي هو ثقيل وكذا. ليسونس قلنا في لي فواتور بارتيكولي هو هادشي ديال التوريزم، الطوموبيلات الصغار، الحديد الصغير. اوكي الكاربورياكتور اللي هو لو كيروزين، راه قلت لكم شحال هادي، هو لو كاربورون اللي مخصص للطائرات 6 مليون طن مثلا. الفيول يعني الوقود اللي هو ثقيل اللي كنستعملوه في البواخر، اوكي اللي كيهزوا ليا ان غون طوناج بطبيعه الحال 3 مليون طن سنويا. بوغ توسكيي غافيناج ديال البترول نحاولوا نشوفوا واحد لو شيما. والله هادي سي بون، هنا كنشدو لو بترول، اوكي بترول بروت، كندخلو لواحد لو فور سا مارش 370 دوغري سيليسيوس ديسالي، يعني محيد من الملح والاملاح المعدنيه سي بون. هنا كيخرجوا عندنا دي مولكيول ديال الكربون اللي هما سون دي ريزيدو اللي كيمشيو في لير لاتموسفير. اوكي هنا 60 كولون، كل بلاصه كناخذوا منها البدل اللي كيكون ثقيل هو المازوت كيخرج لينا من هنا. اوكي المازوت اللي هو الغازوال هو لو ديزل، الموليكول ديالو ها هي باينه سي بون. من بعد في هذه الطبقه هنايا لو كيروزين ديال الطائرات، من بعد النفطة اللي غادي من بعد غادي نخدموا عليه باش نخرجوا ليسونس، ومن بعد كيكون عندي دوك لي غاز حسب دابا الحراره كيبقاو عندي، يعني ليسونس اوكي كيتجبد لينا من هاد لو نيفو اللي عندي هنا. هذا هو كيفاش كنستخلصوا هادوك لي كاربورون ديالنا سي بون. نتمنى انه تكون هذا واضح. نمشيو نرجعو لو دوك ديالنا، ماشي هذا وانما هذا، فوالا سي بون. حنا ولا حاولنا غير باش نفهمو هاد الشيء. الاغلبيه ديالو كنسموه دي هيدروكاربور، علاش؟ لانهم فيهم الهيدروجين و الكربون، كنسموهم الهيدروكربورات بالعربيه. كيف ما قلنا النفطه هي اللي فيها سي 5 سي 10 اوكي، الموليكول هي اللي كنخرجوا منها ليسونس العادي والسوبر. كيف ما قلنا راه ليسونس حتى هو فيه داك السوبر، ولكن يكون شويه خدوم. نحاولوا باش نشوفوا هنايا خلاص كاين ديال دوطخ ديتاي، غنحاول انني باش نخدم معكم، ماشي نخدم معكم، غنخدم معكم ان شاء الله، نحاول باش نبارطاجي معكم هاد لو دوك باللي ان بو ريزومي. دابا بالنسبة لليسونس اوكي كل كاربيرون من هادو عنده واحد لا فورمول كيميك بطبيعة الحال مرتبطة بواحد لانديس دوكتان،
l'indice دوكتان. هذا الانديس دوكتان يعني مرتبط ب بحال كنقولوا بالنسبة ديال الكثافة، بالنسبة ديال الكثافة ديال لي موليكول بيناتهم. اوكي كيف ما كيبان لكم، هنا غنحاول باش نباطل مع، ما بغيتش ندوزو فيه وقت بزاف، حنا بغينا غير هاد ليكواسيون. ياك هاد ليكواسيون هي ليكواسيون ديال لا كومبيستيون ديال لوكتان اون جينيرال، سي بون. هي هادي، الا بغينا نحسبوها حنايا بالغرام، يعني واحد الغرام ديال لوكتان مع تقريبا 12 غرام ونص ديال الاكسجين كيعطينا 8 غرام ديال سي او 2 ثاني اكسيد الكربون مع 9 ديال الغرام ديال الماء. هذه المعادله كيف ما كنقولوا نت، هذه معادله نت صافيه ماشي البروت. اما البروت راه عاوتاني عندنا دوتر شوز كاينين في الهواء وغازات كاينين في الهواء، عندنا دي ماتيريو ديال لي سيلندر الداخل، عندنا الزيت ديال الكريساج ديال لا ليبريفيكاسيون اللي كيكون مدهونين بها الجناب ديال لي سيلندر، فهمتي. عندنا التفرتيت اللي كيطير من كيلاس من الفوق، من السيلندر، من لي سوباب، من الراس ديال البوجي، من الانجكتور اللي كان كي انجكتي لداخل. يعني راه هذيك هي ليكواسيون بروت، ولكن حنا اون جينيرال كنقولوا ليكواسيون بحال كنقولوا بروبر نت بحال هكا، سي بون. نتمنى انه هنا عندنا كومون ديريج كومون سا سباس لي شوز، كيفاش كذا. هذا على حسب لي نيفو، وحقاش كيف ما قلت كنحاول انني ندير ان كو اللي يقدر يتوشي ليا لي 4 نيفو. اوكي الكاليف تي تي اس و ليسونس برو، وكيف كيف ما كيطلع لو نيفو راه غي ممكن تقراو نتوما الناس ديال تي اس و ليسونس برو تي بروبابل تشوفوا لي دوك، سي بون. راه لو دوك تبارك الله راه طويل، فيه 14 باج، تنشوفوا او لا تشوفوا كومون سا سباس دوتر شوز، لحقاش هو راه اون جينيرال. اي او فوز الي تروفي الى عندكم دي ريشيرش ولا هذا، فو بوفي فو زيدي افيك هاد لي ريفيرونسييل اللي كاينين عندي هنايا. سو سون دي ليفر دي بوكان، ولا بليبار فيهم راه الا قلبتو تلقاوهم سو فورم بي دي اف دوكيمون على لو كاربيراتور. فوالا كيف ما قلنا لو موتور ايسونس في الاول كان خدام بالكاربيراتور. ان كاربيراتور هو واحد ليليمون مهم، الدور ديالو باختصار هو لو دوزاج ديال لو ميلونج اير بلس ايسونس. الدارجة هو المهمة ديالو، الدور ديالو انه كيخلط ليا الهواء ياك مع ليسونس بالعبار، هذا هو لو دوزاج، كيخلط لير و ليسونس بالعبار، كيكون واحد التوازن. شنو هو هذاك التوازن؟ يعني من شحال هادي مدة عقود كان
النسبة ديال لو دوزاج بين لير و ليسونس، وإنما في الموتور ا إيسونس كاين عندنا 12.5 12 أونص، وكاين عندنا 15.3 15.3 غرام. هادو هما النسب اللي كيكونوا عندي حسب واش ميلونج بوفر أو لا ميلونج غيش. المقصود بميلونج بوفر يعني خليط فقير، هو لو ميلونج اللي النسبة ديال ليسونس اللي فيه قل من هذيك اللي خاصها تكون، قل من هذيك اللي خاصها تكون ياك. وميلونج غيش هو لي كمية ليسونس اللي فيه كتر من نورمال اللي خاصها تكون، هذا هو اللي كاين. اما لو فيت انه نقولوا ميلونج بوفر ليسونس اكثر من الهواء خطأ، ما كنقولوش ليسونس اكثر من الهواء، لا ما كنقولوش ليسونس قل من الهواء، لا كنقارنوا ليسونس مع النسبة اللي خاصها تكون، يعني كنقارنوا ليسونس مع ليسونس. سي بون، عقلوا على هاد القضية، عندنا واحد لو شيما سامبليفيي ديال كاربيراتور، عندنا ليسونس كيجي من عند من الريزيروار عن طريق لا بومب داليمونطاسيون اللي هي بطبيعة الحال في الموتور ايسونس القديم غتكون ميكانيك، كتاسبيري ليا ليسونس من الريزيروار ياك، وكتجيبو واش كتدخلو الكاربيراتور. الكاربيراتور عنده واحد ريزيروار صغير ديالو كنسميه لا كيف، سي يو في او، لا كيف هي هادي. اوكي، هذيك لا كيف فوسط منها واحد لو فلوتور، واحد بحال قرعه صغيره وعندها واحد المسامير، باش الى هاد لا كيف وصلت النيفو ماكس هاد لو فلوتور هو قرعه خاويه ما فيهاش شي سائل معين ولكن فيها الهواء، يعني كيبقى هاد ليسونس اللي كيدخل هنا كيبقى هازها، يعني ليسونس كيدخل كيتزاد النيفو ديالو حتى هي كتطلع مع ليسونس، هي غادية طالعة مع ليسونس هزها داك المسمار ديالها حتى هو غادي كيجي هنايا. ان فوا ليسونس وصل لداك المستوى القصوي ديالو، هاد المسمار حتى هو كيجي هنايا كيحبس ليا ليسونس اللي جاي من ريزيرفوار باش ميبقاش يدخل هنايا. ماشي اللي كاين، لانه كون ما كانش هادي غيبقى ليسونس كيدخل غادي يبدا كيدفق نبقاو نضيعو فيه. يعني هادي دارت بوغ ايكونوميزي، هذا بحال ديك لا شاس اللي كاينه في الطواليت حاشاكم عزكم الله. سي بون، بحال تقريبا. هنا عندنا واحد لا ميزا ليغ ليبغ مكتوبه عليكم هنا، هنا كيخرج داك الهواء اللي كيكون عندي فوق ليسونس هنايا، لانه كون ما كانتش هاد التقيبه هادي غيبقى ليسونس كيدخل كيتزاد المستوى ديالو، غيبقى داك الهواء اللي هنا غيبقى كيضغط غتزاد البريسيون ديالو، غيولي هاد الهواء حابس ليك ليسونس اللي جاي ما غيخليش ليسونس يهبط. داكشي علاش داروها، باش الى ليسونس كيطلع في المستوى الهواء كيخرج، وكيكون هنايا الضغط عندي الضغط الجوي يعني لا بريسيون اتموسفيريك. اوكي، اللي هي قل من امبار، بريسك امبار بريسك، ولكن ما واصلاش الامبار. سي بون، هاد ليسونس هذا كيمشي مع واحد الكانال اوكي حتى لواحد تل عند لابوز، عندي لوجيكلور هنايا او الانجيكتور، هذا هو لو كوليكتور دادميسيون. هاد لافليش، لافليش دو كوا، هاد لافليش هي اللي كتعبر على هذاك الهواء اللي جاي من الفلتر داير الهواء دايز وغادي للسوباب دادميسيون باش كيدخل لي سيلندر.
شنو دابا اللي كيوقع؟ كيفاش كيتخلط ليا هذاك لو ميلونج؟ هذا هو كله كنسميه لو كاربيراتور. كيفاش كيتخلط ليا هذاك لير بلوس ليسونس، هذاك الهواء؟ عفوا، هذاك الهواء فاش كيكون دايز من هنا كيهز معاه بعض القطرات ديال ليسونس اللي واصله هنايا، كيهز معاه. بما معناه كلما كثر عندي الهواء كلما كيتهزو قطرات اكثر، كسيريتي كيكثر الهواء كيهتز ليسونس اكثر، نقصتي في لاكسيليراسيون كتنقص لك كمية الهواء او لا سرعة الهواء كيهز ليسونس قل، يعني الهواء كيهز ليسونس اللي على قدو كافي. سي بون، كيهز هذاك ليسونس اللي كافي، وهي غادية طوال الوقت غادية مسألة بحال هذه الطريقة ديال لودوزاج اللي كاينة. غتقولوا لي كيفاش كيجيبوا العبار هو هذاك وهذا، هما هاد لوجيكلور او لا هاد لانجيكتور عندي هنا ياك، هاد الراس ديالو، هاد الراس ديالو كيخرج ليا ليسونس بالعبار، كيخرج ليسونس بالعبار. هاد البلاصه هادي كلها اللي كيدوز منها الهواء اللي غيدخل ليا لي سيلندر، القطر ديالها حتى هو عبار، فهمتي؟ يعني داك الشيء اللي كالكول باش هما يطيحوا في هذيك اللي قلنا 12 غرام ديال الهواء لكل غرام ديال ليسونس، 12 غرام ديال الهواء كتعادلها ان غرام ديال ليسونس. هذا هو العبار اللي كاين اون جينيرال ياك، اون جينيرال لو ما بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ديال 12.5 و 12 و 4 و 15.3 و ميلونج بوف و ميلونج غيش، حنا اون جينيرال كنقولوا كل 12 غرام ديال الهواء خاصنا نعطيوها ان غرام ديال ليسونس باش يكون عندي احتراق كامل، كومبيستيون كومبليت. سي بون، الى هذاك 1 غرام ديال ليسونس، الى ليسونس فات لي 1 غرام لكل 12 غرام ديال لير فاتها، كيولي ميلونج غيش. قل من هذيك 1 غرام لكل 12 غرام ديال لير كنقولوا ميلونج باف. سي بون، نتمنى انه تكونوا فهمتوا هذه المساله هذه قبل ما ندوزو بحال كنقولوا لي تكنولوجي ايتيليزي في لو كاربيراتور. نحاول دابا انني نطلق لكم لي ميكروفون ديالكم الى عندكم شي سؤال في هذا الشيء اللي داز كله قبل ما ندوز لا سويت. من جهة ثانية كاينه لا فيديو كومبليت ديال هاد البي دي اف هذا اللي انا بديتو، كاينه لا فيديو كومبليت راه غادي نبارطاجيها معكم، كاينه ديجا هي في لاشين، غادي نعاود نبارطاجيها معكم في لاباج ديالكم ديال فيسبوك.